الحكومة منذ سنوات كان يجب أن تتخذ قرارات وتبلغ من يتقدمون إلى الكليات الطبية والمعاهد بأنه سيكون التعيين حسب الحاجة، أما أن تأتي بشكل فجائي وتقرر بأنه ليس هناك تعيين إلا حسب الاحتياج في سنة، فبالتأكيد هناك الكثير ممن لديهم معدلات عالية، ممن ذهبوا إلى كليات أهلية، ذهبوا إلى التدريس الموازي ودفعوا مبالغ كبيرة جدا. لذلك أعتقد كان على الحكومة أن تتريث في هذا القرار لحين تشريع قانون التعديل الرابع الذي يقول بأنه من يلتحق بالدوام في هذا العام تعيينه سيكون حسب الحاجة، لأن بالتأكيد لا يمكن لنا أن نستمر في تعيين كل مخرجات الكليات الطبية والمعاهد الصحية، خاصة بعد انتشار ما يقارب 65 إلى 70 كلية أهلية فيها طب أسنان وصيدلة وتقنيات طبية وغيرها من الأمور. وبالتأكيد هذه السنة 31 ألف نقص، السنة المقبلة سيكون هناك 60 ألف نقص. لذلك هذه المشكلة يجب أن تحل، ويجب أن نكون واقعين. من يخرج المظاهرة صحيح هذا حق الطبيعي، كان سابقا كلهم يتعينون، ولكن من أين سيتوفر لهم المبالغ المالية لهذه الأعداد الكبيرة في التعيين؟ سيادة النائب، نحن لدينا الآن سيادة النائب إذا تسمح لي أقاطعك، يعني ما أحكي مجاملات حبيبي، كلام قد يكون واقعي مو كلام شعبوي عاطفي. تفضل. تريد كلام واقعي حبيبي الغالي. اليوم زين. الدولة بدها تصرف 63 تريليون دينار، وإحنا سنويا نضيف لها 100 ألف وظيفة، منين نجيب؟ إحنا نقول بأنه هؤلاء الموجودين بالدراسة المفروض الدولة تستمر في تعيينهم لغاية ما يخلصون، ومن السنة الجاية هذه السنة اللي يلتحق المفروض يقولوا لهم وقانون رسمي بأنه لا يوجد أي تعيين إلا حسب الحاجة.